بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 90. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل 11 أن البلاء الذي يصيب العبد في الله لا يخرج عن 4 أقسام، فإنه إما أن يكون في نفسه أو في ماله أو في عرضه أو في أهله ومن يحب. والذي في نفسه قد يكون بتلفها تارة وبتألمها بدون التلف، فهذا مجموع ما يبتلى به العبد في الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الإنسان في هذه الحياة يبتلى، لا سيما المؤمن، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلون في أنفسهم، يبتلون في أولادهم، يبتلون في أقاربهم، يبتلون في إخوانهم وأصدقائهم. والله جل وعلا يبتلي عباده. إن الله إذا أحب قوما، كما في الحديث، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. المسلم يرضى ويسلم، المسلم يرضى ويسلم. وغالب المصائب تكون بسبب العبد، يعني يصدر منه إساءة فيبتلى بقدر ما حصل صدر منه. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولو أخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. المصائب تجري، ولكن العبد المؤمن يصبر. الذين إذا أصابتهم مصيبة، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. أن الله يثني عليهم، الصلاة من الله جل وعلا، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى كما في الحديث. فالمصائب إذا استقبلها الإنسان بالصبر واستقبلها بالرضا عن الله جل وعلا صارت هذه المصائب فوائد ونعم من الله عز وجل، وتمحيص، تمحيص من ذنوبه، تخليص من ذنوبه. الحمد لله المؤمن على خير. أما ضعيف الإيمان والمنافق، من الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الله جل وعلا يقول: لتبلون في أموالكم، لتبلون في أموالكم وفي أنفسكم وبشر الصابرين. نعم. وأشد هذه الأقسام المصيبة في النفس. ومن المعلوم أن الخلق كلهم يموتون، وغاية هذا المؤمن أن يستشهد في الله، وتلك أشرف الموتات وأسهلها. نعم،
فالمؤمن إذا استشهد في القتال لقتال الكفار فإنه يكون حيا عند الله عز وجل حياة برزخية. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم، أحياء عند ربهم هم أحياء في الدنيا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نعم. أن يستشهد في الله وتلك أشرف الموتات وأسهلها، فإنه لا يجد الشهيد من الألم إلا مثل ألم القرصة، فليس في قتل الشهيد مصيبة زائدة على ما هو معتاد لبني آدم. نعم، فإذا قتل المسلم استشهد في سبيل الله فإنه لا يجد ألما عند قتله إلا مثل القرصة، قرصة ذوات السموم، يخفف الله عنه سكرات الموت، خفف الله عنه سكرات الموت رحمة منه به وإكراما له. نعم. فمن عد مصيبة هذا القتل أعظم من مصيبة الموت على الفراش فهو جاهل، بل موت الشهيد من أيسر الموتات وأفضلها وأعلاها. أعد. فمن عد مصيبة هذا القتل أعظم من مصيبة الموت على الفراش فهو جاهل. من عد مصيبة الموت بالشهادة في سبيل الله كالموت على الفراش فهذا مخطئ وغلط في هذا، بل موت الشهيد أسهل عليه من قرصة تصيبه، لأن الله يخفف عنه ألم الموت. نعم. فمن عد مصيبة هذا القتل أعظم من مصيبة الموت على الفراش فهو جاهل، بل موت الشهيد من أيسر الموتات وأفضلها وأعلاها. ولكن موت الشهيد أسهل الموتات وأعلاها وأكرمها على الله سبحانه وتعالى، شرف الشهادة، شرف الشهادة وما يجده من الفرح بلقاء الله عز وجل يسهل عليه ما يصيبه أو ينسيه ما يصيبه من ألم الموت. نعم. ولكن الفار يظن أنه بفراره يطول عمره فيتمتع بالعيش، وهذا وقد أكذب الله سبحانه هذا الظن حيث يقول: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. نعم، فالفرار يوم الزحف هذا من كبائر الذنوب، هذا من كبائر الذنوب، فلا يجوز الفرار إذا التقى الجمعان، لا يجوز لمسلم أن يفر بل يصبر، فإن نصره الله فهذا خير، وإن استشهد فهذا أكثر أجرا وأكثر خيرا. فالتولي يوم الزحف من أكبر الكبائر، تولي يوم الزحف يوم لقاء المسلمين والكفار أكبر الكبائر بعد الشرك. المسلم يصبر ويثبت في لقاء العدو، إن انتصر فهذا خير، وإن استشهد فهذا خير وأعظم أجرا. نعم. ولكن الفار يظن أنه بفراره يطول عمره فيتمتع بالعيش، وقد أكذب الله سبحانه هذا الظن حيث يقول: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. فأخبر الله أن الفرار من الموت بالشهادة لا ينفع فلا فائدة فيه، وأنه لو نفع لم ينفع إلا قليلا، إذ لا بد له من الموت
فيفوته بهذا القليل ما هو خير منه وأنفع من حياة الشهيد عند ربه سبحانه. نعم، فالفرار لا ينجيه من الموت، الفرار لا ينجيه من الموت، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل لا ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إذا فررتم إلا قليلا. فمآلكم إلى الموت، والموت قريب، المسلم يوطن نفسه ويصبر يحتسب الأجر عند الله، والمؤمن يبشر عند الموت، يبشر بالأجر والثواب فيهون عليه الموت. نعم. ثم قال سبحانه: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فأخبر سبحانه أن العبد لا يعصمه أحد من الله إن أراد به سوءا غير الموت الذي فر منه، فإنه فر من الموت لما كان يسوءه. فأخبر الله سبحانه أنه لو أراد به سوءا غيره لم يعصمه أحد من الله، وأنه قد يفر مما يسوءه من القتل في سبيل الله فيقع فيما يسوءه مما هو أعظم منه. نعم، قد يفرح إذا فر من المعركة يظن أنه نجا، هو في الحقيقة ما نجا، لو كان في المعركة كان خيرا له، إن انتصر فهو خير وإن استشهد فهو أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. وفراره لن ينجيه من الموت، الموت يلاحقه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. شوف، بالعادة إن الذي يفر من شيء يكون هذا الشيء وراءه، ولكن هذا الذي يفر من الجهاد في سبيل الله ومن لقاء العدو يلاقيه الموت، فهو راجع ذاهب إلى الموت، ذاهب ليلاقي الموت. هذا من العجائب. إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نعم. وإذا كان هذا في مصيبة النفس فهكذا الأمر في مصيبة المال والعرض والبدن، فإن من بخل بماله أن ينفقه في سبيل الله تعالى وإعلاء كلمته سلبه الله إياه أو قيض له إنفاقه فيما لا ينفعه دنيا ولا أخرى، بل فيما يعود عليه بمضرته عاجلا وآجلا. نعم، من بخل بالمال أن ينفقه في سبيل الله صار هذا المال نقمة عليه، صار هذا المال نقمة عليه، يتحسر عليه ولا يريد أن يذهب منه شيء ويتألم ويحرص، يحرص المال، والحقيقة يحرص المال، فهذا المال لن يدوم له، أو هو لن يدوم للمال، إما أن يؤخذ منه المال وإما أن يؤخذ هو من المال. المسلم يتصور هذا فيهون عليه ما يلقى من منازعة النفس وكراهتها للإنفاق في سبيل الله والصدقات. أنت تقدم لنفسك المال هذا، تقدمه لنفسك، ولو لم تقدمه لنفسك أخذ منك ولا تنتفع من ورائه. نعم.
فإن من بخل بماله أن ينفقه في سبيل الله تعالى وإعلاء كلمته سلبه الله إياه، أو قيض له إنفاقه فيما لا ينفعه دنيا ولا أخرى، بل فيما يعود عليه بمضرته عاجلا وآجلا. وإن حبسه وادخره منعه التمتع به ونقله إلى غيره، فيكون له مهنأه وعلى مخلفه وزره. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون، لا يشعرون بالعواقب. لو أنه قدم هذا المال أمامه لوجده عند الله، فإذا أخره ذهب إلى غيره ولم ينتفع به. نعم. وكذلك من رفه بدنه وعرضه وآثر راحته على التعب لله وفي سبيله، أتعبه الله سبحانه أضعاف ذلك في غير سبيله ومرضاته. وهذا أمر يعرفه الناس بالتجارب. أي نعم، من أحب الرفاهية والتنعم في هذه الدنيا فإنه يندم عما قليل. المسلم إنما ينظر إلى ما أمامه ولا ينظر إلى ما خلفه، ينظر إلى ما أمامه، يصلح الطريق أمامه لئلا يسلك طريقا يهلكه. ومن إصلاح الطريق الإحسان في العمل والإحسان في المال والإنفاق. الله آتاك هذا المال وأمرك أن تنفق منه ليكتبه لك ويبقيه لك. أنفقوا مما رزقناكم. رزقك الله هذا المال وأمرك أن تنفق منه في سبيل الله. نعم. قال أبو حازم: لما يلقى الذي لا يتقي الله من معالجة الخلق أعظم مما يلقى الذي يتقي الله من معالجة التقوى. أبو حازم من أئمة التابعين رحمه الله يقول: نعم. لما يلقى الذي لا يتقي الله من معالجة الخلق أعظم مما يلقى الذي يتقي الله من معالجة التقوى. من معالجة التقوى. لا قبل. لما يلقى الذي لا يتقي الله من معالجة الخلق. نعم. أي نعم. أعظم مما يلقى الذي يتقي الله من معالجة التقوى. نعم، معالجة التقوى فيها تعب، ولكن التعب الذي يحصل للإنسان من معالجة الخلق الذين يؤذونه ويعتدون عليه ويحسدونه هذا أشد مما يجده من إنفاق المال في طاعة الله عز وجل. والمسلم إذا تصور الثواب وتأمل كتاب الله وسنة رسوله هان عليه إنفاق المال، لأنه ينفقه لنفسه، وأيضا ما ينفقه يخلفه الله عليه بأكثر. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وإذا كان الله يعلمه فلن يضيعه عليك. ما أنفقت من نفقة، ما عام نفقة كثيرة ولا قليلة، فإن الله يعلمه. لا تظن أن الله غافل عما تعمل وما تنفق، فمنه الرزق ومنه الخلف، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث القدسي أن الله يقول: عبدي أنفق عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أنفقي ينفق عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك.
يعني لا تحفظ المال في الوعاء، لا تحفظي في المال في الوعاء عن الناس وعن الإحسان، فالله يوعي عليك رزقه، يوعيه عنك. نعم. واعتبر ذلك بحال إبليس، فإنه امتنع من السجود لآدم فرارا أن يخضع له ويذل، وطلب إعزاز نفسه فصيره الله أذل الأذلين، وجعله خادما لأهل الفسوق والفجور من ذريته، فلم يرضى بالسجود له، ورضي أن يخدم هو وبنوه فساق ذريته. الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم سجود تحية، هو سجود عبادة، سجود العبادة لا يجوز إلا لله عز وجل، وإنما هو سجود تحية، أن يسجدوا لآدم. فسجدوا الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، حسد آدم، حسد آدم، ثم إنه قال خلقتني من نار وخلقته من طين، بزعمه أن الطين ما فيه فائدة، والنار فيها فائدة، يطبخ عليها وتحرق فيها فائدة يستدفى بها، وهذا من القياس الباطل، لأن الطين أحسن من النار، النار تحرق ولا تنتج، تحرق ولا تنتج، وأما الطين فإنه ينتج البذور والزراعة وينتج الخيرات، الطين فيه خير، ولكن إبليس عمي عن هذا وافتخر بالنار، خلقتني من نار، من لهب النار والعياذ بالله، خلقتني من نار وخلقته أي آدم من طين، شو القياس الباطل، ولم يتصور ما في الطين من الخير ومن البركة ومن البرودة ومن نعم. وكذلك عباد الأصنام أنفوا أن يتبعوا رسولا من البشر وأن يعبدوا إلها واحدا سبحانه، ورضوا أن يعبدوا إلها من الأحجار. نعم، المشركون الذين يعبدون الأشجار والأحجار والأصنام أنفوا من أن يعبدوا الرب سبحانه وتعالى، فأذلهم الله وجعلهم يعبدون الأحجار والأشجار والأشياء التي لا تنفع ولا تضر، ولو أنهم امتثلوا أمر ربهم الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير وعبدوه وحده لكان ذلك خيرا لهم عاجلا وآجلا، فالعز والكرامة والرفعة كلها في عبادة الله، والذلة والمهانة والخسارة كلها في عبادة غير الله، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ايش النتيجة وش الفائدة؟ يتركون عبادة الخالق الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الخلاق الرزاق الغني الكريم الرؤوف الرحيم، يتركون عبادته ويعبدون أحجارا وأشجارا وأصناما وشياطين وكفرة والعياذ بالله. لما أنفوا من عبادة الله ابتلاهم الله فأذلهم لغيره وعبدوا غيره، هذا من انتكاس الفطر. نعم. وكذلك كل من امتنع أن يذل لله أو يبذل ماله في مرضاته أو يتعب نفسه في طاعته لا بد أن يذل لمن لا يسوى ويبذل له ماله، لا بد
لا بد أن يذل لمن لا يسوى. لمن لا يسوى التسوية، لمن لا يسوى. نعم. ويبذل له ماله ويتعب نفسه وبدنه في طاعته ومرضاته عقوبة له، كما قال بعض السلف: من امتنع أن يمشي مع أخيه خطوات في حاجته أمشاه الله تعالى أكثر منها في غير طاعته. نعم، الله الذي خلقهم ورزقهم ويحييهم ويميتهم وبيده خزائن السماوات والأرض، تركون عبادته. لما تركوا عبادة الله ابتلوا بعبادة غير الله ممن هو أقل منهم درجة، تعبد شجرة، تعبد حجرا لا ينفع ولا يضر. قال إبراهيم عليه السلام لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ يعكفون عند صور، تماثيل، صور مجسمة. تماثيل يعني صور مجسمة، على صور حيوانات وصور آدميين. ما هذه التماثيل؟ سؤال إنكار منه عليه الصلاة والسلام. تماثيل، كيف تعبد التماثيل؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ مش حجتهم؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. تقليد أعمى والعياذ بالله. وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: هل ينفعونكم يتبعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هذا الاحتجاج بما عليه الناس وترك الحجة من كتاب الله وسنة رسوله، التقليد، تقليد الأعمى هو الذي أوقع الكثير بما أوقعهم فيه. إنسان ما يقلد إلا أهل الخير وأهل العلم وأهل الصلاح، ما يقلد من هب ودب حجة أنه أكبر منه وأنه أقدم منه وأسن منه، أو يقلد من سبقوه. كل هذا لا حجة واهية، لا تنفع. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. ما عندهم حجة إلا التقليد، تقليد الأعمى. وجدنا آباءنا لها عابدين، ما ينفع التقليد الأعمى. ما يكون الناس إمعة، إن أحسن الناس أحسن معهم وإن أساءوا أساء معهم، بل إن أحسنوا أحسن معهم وإن أساءوا تجنب إساءتهم. نعم. وكذلك كل من امتنع أن يذل لله أو يبذل ماله في مرضاته أو يتعب نفسه في طاعته لا بد أن يذل لمن لا يسوى ويبذل له ماله ويتعب نفسه وبدنه في طاعته ومرضاته عقوبة له، كما قال بعض السلف: من امتنع أن يمشي مع أخيه خطوات في حاجته أمشاه الله تعالى أكثر منها في غير طاعته. يقول الإمام ابن القيم في النونية، يقول: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. فهل الخذلان والعياذ بالله، هربوا من الرق الذي خلقوا له وهو عبادة الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبلوا برق، هذه عقوبة، بلوا برق النفس، صاروا يعبدون أهواءهم وأنفسهم والشيطان عدوهم. يعبدون عدوهم، هذا العجب، يعبدون عدوهم والعياذ بالله. نعم. فصل في خاتمة لهذا الباب هي الغاية المطلوبة وجميع ما تقدم كالوسيلة إليها، وهي أن محبة الله سبحانه والأنس به والشوق إلى لقائه والرضا به وعنه أصل الدين،
وأصل أعماله وإرادته. نعم، تعلق القلب بالله عز وجل خوفا وطمعا ورغبة ورهبة، تعلق القلب بالله هو الذي يفيد الإنسان وينجيه، ينجيه من عذاب الله. إذا علق قلبه بالله كفاه الله عز وجل، إذا علق قلبه بغير الله وكله الله إلى ما علق قلبه به. علق قلبه بحجر، صنم من الأصنام، صنم من الأصنام وكل إليه وكله الله إليه، مش ينفع الصنم، مش ينفع جماد، هل يسمعونكم يتبعون؟ يقول إبراهيم عليه السلام هل يسمعونكم يتبعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ ما كان لهم حجة إلا التقليد، قالوا وجدنا آباءنا لها كذلك، وجدنا آباءنا لها عابدين، وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، تقليد الأعمى العياذ بالله. نعم، أن محبة الحجة وجدنا آباءنا لها عابدين، وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، هذه حجة. نعم، أن محبة الله سبحانه والأنس به. شوف الآن عباد القبور، عباد القبور يتركون عبادة الله ويعبدون الأموات. الحي خير من الميت، الحي يتحرك ويروح يجي يفعل، الميت جامد تراب، وش يطلب من الميت؟ الميت هو بحاجة إلى من يدعو له، إلى من يتصدق عنه، إلى من يهدي إليه خيرا وعملا صالحا، حاجة. وهؤلاء يطلبون حوائجهم من الأموات العاجزين الهامدين، نسأل الله العافية، لأن فطرهم انتكست عقوبة لهم، انتكست فلم ينتفعوا بها، عندهم عقول، لهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، يعني هم يسمعون سماع الحيوان يسمعون، لكن ما يسمعون سماع انتفاع، لا يستمعون إلى القرآن، لا يستمعون إلى السنة، لا يستمعون إلى أوامر الله ونواهيه، يسمعون لكن ما يسمعون ما ينفعهم. عطل الله آذانهم فلم ينتفعوا بها، صارت آذانهم أحق من آذان الحيوانات. الحيوانات خير منهم، لأن الحيوانات تفر من ما يضرها، تفر الحيوان يفر مما يضره، لو تجيبه عند ما عند نهر يمشي، عند نار موقدة ما يطيع، ما يطيع كبد، ما يقدم، لو تقطعه ما يقدم على الخطر. وهؤلاء يوقعون أنفسهم في الخطر والعياذ بالله، الشرك الكفر بالفسق. نعم، أن محبة الله سبحانه والأنس به والشوق إلى لقائه والرضا به وعنه أصل الدين وأصل أعماله وإراداته، كما أن معرفته والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل علوم الدين كلها. نعم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون بأسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الأسماء الحسنى، كل أسماء الله حسنى، منها ما علمنا 99 ومنها ما لا نعلمه، استأثر الله بعلمها، وأسماء الله لا تحصى، كلها أسماء كمال، كلها أسماء كمال وأسماء لها معان جليلة، ما علمنا منها وما لم نعلم، ندعوه بها، نتوسل إليه بها، فنقول يا رحمن ارحمنا، يا كريم أكرمنا أعطنا، يا رزاق أرزقنا، وهكذا ادعوه بها.
ادعوه بها بأسمائه وبأسمائه سبحانه وتعالى، ندعوه بأسمائه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. اسأله بأسمائه، توسل إليه بأسمائه، هذا هو التوسل المشروع. وليس التوسل أن تجعل بينك وبين الله ميتا من الأموات الذي يتوسط لك عند الله ويشفع لك عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، شفعاؤنا عند الله، هذه حجتهم انهم يشفعون لهم عند الله. الله لا يشفع عنده احد الا باذنه، هذا شرط. الشرط الثاني لا يقبل الشفاعه الا في من هو من الموحدين، لا يقبل الشفاعة في المشركين. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة لها شرطان، الشرط الأول أن يأذن الله بها، يأذن للشافع أن يشفع. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه ممن يرضى الله قوله وعمله، يكون من المؤمنين. أما المشرك والكافر ما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما لهم عند الله لا حميم يعني صديق ولا شفيع يطاع. نعم. فمعرفته سبحانه أجل المعارف، وإرادة وجهه أجل المقاصد، وعبادته أشرف الأعمال، والثناء عليه. نعم، ما الذي يعبد الله الذي خلقه ورزقه وبيده ملكوت السماوات والأرض القادر على كل شيء مثل الذي يعبد حجرا أو شجرا لا ينفع ولا يضر، أو ميتا في قبره رميم تراب يعبده، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فمعرفته سبحانه أجل المعارف، وإرادة وجهه أجل المقاصد، وعبادته أشرف الأعمال. نعم، أشرف الأعمال عبادة الله عز وجل، أن تكون عبدا لله، ومن لم يكن عبدا لله صار عبدا للشيطان. هو عبد على كل حال، هو عبد، إما أن يكون عبدا لله يعبد الله ويتعلق قلبه بالله، وإما أن يكون عبدا للشيطان، وما له مخرج عن العبودية. نعم. والثناء عليه بأسمائه وصفاته ومدحه وتمجيده أشرف الأقوال. نعم، تدعوه بأسمائه وصفاته، تثني عليه بأسمائه وصفاته. نعم. وذلك أساس الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. نعم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. حنيفا إيش معنى حنيفا؟ مقبلا على الله معرضا عما سواه، هذا الحنيف، مقبلا على الله معرضا عما سواه، هذا هو الحنيف. نعم. وذلك أساس الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، وقد قال الله تعالى لرسوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الله أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه، متبرئا من المشركين، لا يصادقهم ولا يحبهم ولا يمدحهم. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا
أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعم، يقولها المسلم في كل صباح، يقول أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وشهادة أن لا إله إلا الله ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعم، يقولها الإنسان في ورده الصباح والمساء. نعم، وذلك هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله عز وجل. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. احذر أن تقول لا معبود إلا الله، لأن المعبودات كثيرة، يصير كل العبادات الباطلة كلها لله. لا، هذا باطل، لا بد من هذا القيد. لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. لا تحذف كلمة حق، إذا حذفتها صرت على مذهبها الوحدة الوجود، أن يقولون كل المعبودات هي الله، كل المعبودات هي الله، الأصنام والأحجار والأشياء كلها هي الله عندهم، قبحهم الله أهل وحدة الوجود أتباع ابن عربي الطائي. نعم، وذلك هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، وعليها قام دين الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء والمرسلين. نعم، دين الإسلام قام على كلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، قام عليها دين الإسلام. لا إله أي لا معبود، خلاص، لا معبود بحق إلا الله، بطلت كل الآلهة، هالكلمة العظيمة الوجيزة أبطلت كل المعبودات من دون الله عز وجل، وأثبتت العبادة لله وحده لا شريك له، هي كلمة التقوى والعروة الوثقى، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا معنى لا إله إلا الله. لا إله هذا كفران بالطاغوت، إلا الله هذا إيمان بالله عز وجل، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، الله سميع عليم. هذه الكلمة العظيمة الشاملة المختصرة الخفيفة، هذا شأنها. نعم، وذلك هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، وعليها قام دين الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء والمرسلين، وليس لله دين سواه. وليس القصد أنه يقول لا إله إلا الله ثم يعبد ما يريد، لا، يلتزم بمعنى هذه الكلمة، ولا فالقبوريون يقولون لا إله إلا الله ويكثرون في الصباح والمساء، لهم أوراد لكنهم يبطلونها بعبادة القبور. من العجيب أنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يدعون غير الله ويعبدون غير الله، تناقض هذا. المشركون أبوا أن يتناقضوا، لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، عرفوا معنى لا إله إلا الله، وهذا ما عرف معنى لا إله إلا الله وهو يقولها وينطق بها، ما عرف معنى لا إله إلا الله. نعم، لا إله إلا الله، وعليها قام دين الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء والمرسلين. نعم، دين الإسلام هو دين الأنبياء والمرسلين، فنوح عليه السلام يقول وأنا من المسلمين، والأنبياء كلهم يقولون نحن من المسلمين. الإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهذا دين جميع الأنبياء، هذا دين جميع الأنبياء كلهم مسلمون،
نعم. دين الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء والمرسلين، وليس لله دين سواه، ولا يقبل من أحد دينا غيره. قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، الذي يبتغي غير الإسلام دينا، يعبد غير الله، يدعو غير الله، هذا ابتغى غير الإسلام دينا، وإن كان يقول لا إله إلا الله لكنه لم يعمل بها، يقولها بلسانه ويناقضها بقوله. فالمشركون الأولون أعرف بمعنى لا إله إلا الله من القبوريين اليوم. القبوريون يقولون لا إله إلا الله ويكثرون ويريدون صباحا ومساء، ثم يعبدون القبور. وين التناقض هذا؟ المشركون أبوا أن يقولوها، لأنهم لو قالوها لبطلت آلهتهم كلها، هم لا يريدون هذا، فصاروا أعرف بمعنى لا إله إلا الله من هذا القبوري. نعم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمحبته سبحانه، بل كونه أحب إلى العبد من كل ما سواه على الإطلاق، من أعظم واجبات الدين وأكبر أصوله وأجل قواعده. نعم، محبة الله وحده أعظم أنواع العبادة المحبة. العبادة أنواع، أعظمها محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن أحب معه مخلوقا مثل ما يحبه فهو من الشرك الذي لا يغفر لصاحبه ولا يقبل معه عمل. من أحب مع الله غيره، المشركون يحبون الله ولكنهم يحبون معه غيره من الأصنام والأشجار والأحجار، فبطلت محبتهم لله عز وجل. فالمشركون يحبون الله ولكنهم يحبون معه غيره. الموحدون يحبون الله وحده ولا يشركون معه غيره في المحبة وسائر أنواع العبادة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا دليل على أن عباد الأصنام يحبون الله لكنهم يحبون معه غيره. أما أهل التوحيد فيحبون الله وحده، والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لله، أشد حبا لله من حب المشركين لله، لأن المؤمنين أفردوا الله بالمحبة ولم يحبوا معه غيره، محبة عبادة. وأما المشركون فيحبون الله ويحبون معه غيره. نعم. ومن أحب معه مخلوقا مثل ما يحبه فهو من الشرك الذي لا يغفر لصاحبه ولا يقبل معه عمل. قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. شوف، هذا دليل على أن المشركين يحبون الله ولكنهم أحبوا معه غيره من الأصنام والأحجار والأشجار. وأما أهل الإيمان فيحبون الله وحده ولا يحبون معه غيره، محبة عبادة. أما المحبة الطبيعية هذه ليست عبادة، هذه محبة طبيعية، تحب الطعام، تحب الزوجة، تحب أولادك، تحب، هذه محبة طبيعية. نعم. وإذا كان العبد لا يكون من أهل الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وأهله وولده ووالده والناس أجمعين، ومحبته تبع لمحبة الله، فما الظن بمحبته سبحانه؟ نعم، المؤمنون يحبون أقاربهم، يحبون أصدقائهم، يحبون إخوانهم المسلمين، لكنها ليست محبة عبادة، ليست محبة عبادة، محبة أخوة، محبة أخوة. المؤمن
كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. محبة أخوة ليست محبة عبادة. نعم. وهو سبحانه وتعالى لم يخلق الجن والإنس إلا لعبادته التي تتضمن كمال محبته وكمال تعظيمه والذل له. نعم، ما في شك. نعم. ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، وعلى ذلك وضع الثواب والعقاب، وأسست الجنة والنار، وانقسم الناس إلى شقي وسعيد. نعم، على هذه الكلمة: من حققها دخل الجنة، ومن أشرك بالله وهو يقول لا إله إلا الله ما تنفعه، أشرك بالله دخل النار ولو كان يقول لا إله إلا الله، لأنه يقولها بلسانه ولم يحققها بعقيدته وقوله وعمله. نعم. وكما أنه سبحانه ليس كمثله شيء، فليس كمحبته وإجلاله محبة وإجلال ومخافة. كل ما يتعلق بالله جل وعلا فإنه لا يشاركه فيه أحد. نعم. وكما أنه سبحانه ليس كمثله شيء، فليس كمحبته وإجلاله محبة وإجلال ومخافة، فالمخلوق كلما خفته استوحشت منه وهربت منه، والله سبحانه وتعالى كلما خفته أنست به وفررت إليه. نعم، الله جل وعلا كلما خفته قربت منه وأحببته، بخلاف غيره. المخلوقات إذا خفتها فررت منها وبعدت عنها. نعم. والمخلوق يخاف ظلمه وعدوانه، والرب سبحانه إنما يخاف عدله وقسطه. إنما يخاف عدله وقسطه، أن يضع عليك الميزان، يضع عليك الميزان فتخف موازينه. من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فالعدل يهلك به كثير من الناس، أما الفضل فهو واسع، فضل الله واسع، أنت تسأل الله فضله ولا تسأله عدله، تسأل الله فضله ولا تسأله عدله، لأنه لو وضع عدله عليك هلكت. نعم. وكذلك المحبة، فإن محبة المخلوق إذا لم تكن لله فهي عذاب للمحب ووبال عليه. الحب في الله، الحب في الله والبغض في الله، هذا أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب في الله، تحب الشخص لا تحبه إلا لله. لا يجد عبد طعم الإيمان، لا يجد عبدا طعم الإيمان حتى يحب الله، ويحب العبد لا يحبه إلا لله، هذا طعم الإيمان. نعم. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف في النار، وأن يكره أن يعود في الشرك، يكره أن يعود في الشرك كما يكره أن يقذف في النار، يبغض الشرك وأهل الشرك. نعم. كما يبغض النار الوقوع فيها. نعم. وكذلك المحبة، فإن محبة المخلوق إذا لم تكن لله فهي عذاب للمحب ووبال عليه، وما يحصل له بها من التألم أعظم مما يحصل له من اللذة، وكلما كانت أبعد عن الله كان ألمها وعذابها أعظم. نعم. هذا إلى ما في محبته من الإعراض عنك والتجني عليك وعدم الوفاء لك، إما لمزاحمة غيرك من المحبين له، وإما لكراهته ومعاداته لك، وإما لاشتغاله عنك بمصالحه وما هو أحب إليه منك
وإما لغير ذلك من الآفات. هذا المخلوق، المخلوق هذا شأنه لا تتعلق بالمخلوق، تعلق بالخالق. وأخلص المحبة لله ولا تخلصها لغير الله عز وجل، محبة العبادة. نعم. وأما محبة الرب سبحانه وتعالى فشأنها غير هذا الشأن، فإنه لا شيء أحب إلى القلوب من خالقها وفاطرها، فهو إلهها ومعبودها ووليها ومولاها وربها ومدبرها ورازقها ومميتها ومحييها. فمحبته سبحانه نعيم النفوس وحياة الأرواح وسرور النفوس وقوت القلوب ونور العقول وقرة العيون وعمارة الباطن. نعم، المحبة نوع من أنواع العبادة، هي أعظم أنواع العبادة، ولكنها لا تكفي كما عند الصوفية. الصوفية يزعمون أنهم يحبون الله فلا يحتاجون إلى الأعمال، نسأل الله لا، يحبون الله يقولون يكفي هذا، ولا يتركون الأعمال، يقولون وصلنا عرفنا الله، يسمونها العارف بالله. لا، المسلم ما يترك عبادة الله ما دام فيه حياة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الصوفية يقولون اعبد ربك لما تعرفه، إذا عرفته خلاص بحاجة إلى العبادة. هذا ضلال وكفر والعياذ بالله. نعم. فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكية أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من محبته سبحانه والأنس به والشوق إلى لقائه. نعم. والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق كل حلاوة، والنعيم الذي يحصل له بذلك أتم من كل نعيم، واللذة التي تناله أعلى من كل لذة، كما أخبر بعض الواجدين عن حاله بقوله إنه ليمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. نعم، أهل المحبة الصحيحة الخالصة لله يقولون إن كان أهل الجنة في مثل هذا فإنهم لفي عيش طيب، مع أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. وقال آخر إنه ليمر بالقلب أوقات يهتز فيها طربا بأنسه بالله وحبه له. ما أحلى عبادة الله، وما أحلى محبة الله، وما أحلى طاعة الله، هذه التي تسر القلب وتبهج النفس وتونس الإنسان ولا يستوحش أبدا. إذا كان مع الله سبحانه وتعالى لا يستوحش ولا يخاف من شيء. نعم. وقال آخر مساكين أهل الغفلة خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. نعم، والآخر يقول مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها. قيل وما أحلى ما فيها؟ قال محبة الله عز وجل. نعم. وقال آخر لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. نعم، لأنه أهل المحبة لله في نعيم وفي سرور وفي لذة ما يجدها الملوك. الملوك مشغولين بالملك، وعد علينا فلان وراح فلان، ويخافون من الأعداء ويكونون جيوش للدفاع عنهم، لكن الذي يحب الله ما يحتاج إلى هذا كله، مستريح، لأنه لا يخاف إلا الله ولا يحب إلا الله ولا يرجو إلا الله. نعم. ووجد هذه الأمور وذوقها هو بحسب قوة المحبة وضعفها، وبحسب إدراك جمال المحبوب والقرب منه، فكلما كانت المحبة أكمل وإدراك المحبوب أتم والقرب منه أوفر،
كانت الحلاوة واللذة والسرور والنعيم أقوى. نعم. فمن كان بالله سبحانه وأسمائه وصفاته أعرف وفيه أرغب وله أحب وإليه أقرب وجد من هذه الحلاوة في قلبه ما لا يمكن التعبير عنه ولا يعرف إلا بالذوق والوجد. ومتى ذاق القلب ذلك لم يمكنه أن يقدم عليه حبا لغيره ولا أنسا به، وكلما ازداد له حبا ازداد له عبودية وذلا وخضوعا ورقا ورقا له وحرية عن رق غيره. نعم. فالقلب لا يفلح ولا يصلح ولا يتنعم ولا يبتهج ولا يلتذ ولا يطمئن ولا يسكن إلا بعبادة ربه سبحانه وحبه والإنابة إليه، ولو حصل له جميع ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن إليها ولم يسكن إليها. نعم. ولو حصل له جميع ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن إليها ولم يسكن إليها، بل لا تزيده إلا فاقة وقلقا حتى يظفر بما خلق له وهيئ له من كون الله وحده نهاية مراده وغاية مطالبه، فإن فيه فقرا ذاتيا إلى ربه وإلهه من حيث هو معبوده ومحبوبه وإلهه ومطلوبه، كما أن فيه فقرا ذاتيا إليه من حيث هو ربه وخالقه ورازقه ومدبره. وكلما تمكنت محبة الله من القلب وقويت فيه خرج منه تألهه لما سواه وعبوديته له، فأصبح حرا عزة وصيانة على وجهه أنواره وضياؤه. وما من محبة الله وعبادة الله، عبادة الله تحررك من عبادة المخلوقين، عبادة الله تحررك من عبادتك للمخلوقين وتصبح عبدا لله وحده لا شريك له. نعم. وما من مؤمن إلا وفي قلبه محبة لله تعالى وطمأنينة بذكره. ما من مؤمن إلا وفي قلبه محبة لله، لكن تتفاوت بعض محبة الله عند المؤمنين تتفاوت، بعضهم أكمل من بعض. نعم. وما من مؤمن إلا وفي قلبه محبة لله تعالى وطمأنينة بذكره وتنعم بمعرفته ولذة وسرور بذكره وشوق إلى لقائه وأنس بقربه، وإن لم يحس به لاشتغال قلبه بغيره وانصرافه إلى ما هو مشغول به، فوجود الشيء غير الإحساس والشعور به. نعم. وقوة ذلك وضعفه وزيادته ونقصانه هي بحسب قوة الإيمان وضعفه وزيادته ونقصانه. نعم، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. ومتى لم يكن الله وحده غاية مراد العبد ونهاية باقي كثير على إيه. نعم. ها؟ باقي نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ألم الموت الذي يكون كالقرصة خاص فقط بشهيد المعركة، أو يدخل في ذلك الشهداء الآخرون كالمبطون والغريق وغيرهما؟ شهيد المعركة، أعظم الشهداء شهيد المعركة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ادخر مالا لشراء بيت أو لشراء شيء ينتفع به أولاده بعد موته، هل يدخل في من ترك ماله خلفه وسوف يحاسب على هذا الفعل؟ إذا أدى زكاته فلا يحاسب عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول، هل يجوز أن يقال عن الذي مات في معركة أن يقال عنه إنه شهيد بعينه؟ يرجى له الشهادة، نحن لا نحكم بالشهادة لأحد، إنما نرجوها له. نعم. فضيلة الشيخ، لا نشهد إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، سائل يقول: ما الضابط في مقدار الإنفاق في سبيل الله؟ هل يشرع للإنسان أن يتصدق بجميع ماله أم بنصفه؟ على حسب الإيمان، إذا كان عند الإيمان، عند العبد إيمان قوي فإنه يعتمد على الله، وإذا احتاج إلى إخراج ماله كله أخرجه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أخرج ماله كله لوجه الله عز وجل. عمر أخرج نصف ماله وقال: أنا بتغلب على أبي بكر. فلما جاء أبو بكر إلى مخرج كل ماله فقال: لن أسابقك بعد هذا أبدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في الدعاء أصبحنا على فطرة الإسلام إلى قوله: ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم، ما الفرق بين دين نبينا محمد وبين ملة أبينا إبراهيم عليهم الصلاة والسلام؟ وهل العطف للمغايرة؟ لا فرق بينهما. دين محمد هو ملة إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى تخرج؟ وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: متى تخرج محبة المخلوق كمحبة الزوجة من محبة طبيعية إلى محبة عبادة فتصير محبة مذمومة شركية؟ لا تصل إلى هذا الحد. محبة الزوجة والولد لا تصل إلى هذا الحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز الحلف باسم الله، بأسماء الله مجملة، كأن يقول: وأسماء ربي أو وأسماء الله وصفات الله؟ لا يخص شيئا منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول القائل في ذمتي أن فلانا صادق، هل يعد من الحلف بغير الله؟ ما هي في ذمتي، هذا ما هي من أقسام الحلف. حلف حروفه ثلاثة: الواو والباء والتاء، هذه حروف القسم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، بالنسبة لشهر رجب، هل ظلم النفس خاص بالأشهر الحرم فقط أم هو عام في جميع الأشهر؟ عام في جميع الأشهر، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني الأشهر الاثنى عشر، إن عدة الشهور عند الله 12 شهر، ثم قال: فلا تظلموا فيهن، أي في الأشهر كلها الحرم وغير الحرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لشهر رجب فضيلة عن بقية الأشهر؟ وهل لا ليس له فضيلة عن بقية الأشهر، إلا أنه شهر حرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل أيضا يسأل يقول: هل للعمرة في رجب فضيلة خاصة عند أهل العلم؟ لا، ليس لرجب فضيلة خاصة لا في العمرة ولا في غيرها، إلا أنه شهر حرام. كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يفضل العمرة في رجب، يقول: لأن ابن عمر كان يعتمر في رجب. الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: يتداول الناس رسائل في الجوال أن شهر رجب تعظم فيه المعاصي وكذلك سائر الأشهر الحرم، يقول: هل هذا الكلام صحيح؟ لا، ما هو صحيح. المعاصي تعظم في كل الأشهر ويجتنبها المسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المرأة التي في عدة الوفاة لو لبست ثياما
سبق أن بخرت وطيبت قبل وفاة زوجها، هل عليها شيء في ارتداء هذه الملابس؟ إذا فيها رائحة الطيب لا تلبسها، لا تلبسها وفيها رائحة الطيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما حج بنسائه قال هذه الحجة ثم ظهور الحصر، هل معنى ذلك أن الأولى للمرأة أن تقتصر على حجة الإسلام وعمرة الإسلام؟ هذا خاص بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بقية المؤمنات فإنهن يعتمرن ويحججن إذا تيسر لهن ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل الأحكام باقية في الأشهر الحرم مثل تحريم القتال أم أنه نسخ ذلك؟ نسخ ذلك، نسخ ذلك، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم، إنما كان هذا في الجاهلية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول أنا من فرنسا وأريد أن أفتح محلا لبيع العطور. يقول أنا من فرنسا وأريد أن أفتح محلا لبيع العطور النسائية والرجالية، هل أنا مسؤول عن النساء اللاتي يشترين عطورا ويستعملنها خارج البيت، وهل يجب علي أن أكتب إعلانا بأن هذا الشيء حرام على النساء؟ لا أبد، بيع العطور على الرجال والنساء والمسؤولية عليهن إذا أسأنا استعمالها، أنت لست مسؤول عن الاستعمال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول المرأة التي مات عنها زوجها هل لها أن تخرج إلى المسجد لتصلي عليه صلاة الجنازة ثم تعود سريعا؟ نعم، لا بأس بذلك، صلي عليه ثم ترجع إلى بيتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول الصبر عن التداوي وعن العلاج مع إمكانيته هل هو أمر محمود احتسابا لأجل الألم؟ لا، ما هو محمود، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا ولا تداووا بحرام، تداووا عباد الله، ويقول ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، تداووا مباح، وبعض العلماء يرى أنه مستحب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول ما حكم جهر الإمام فقط بالأذكار بعد الصلاة وترتيله لها كأنه يقرأ القرآن؟ هذا بدعة، الصفة بدعة، أما الذكر فهو مشروع، لكن ما هو بهذه الصفة يرتلها وسكت الباقين، لا ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول إذا فاتتني صلاة الضحى فهل يجوز لي أن أقضيها بعد صلاة الظهر؟ لا، صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى توسط الشمس قبيل دخول وقت الظهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل تشرع قراءة القرآن من المصحف في صلاة النافلة وتكرار الصفحة المقروءة بنية الحفظ والعبادة والتدبر؟ لا، ما هذه صفة غير مشروعة، الحفظ ما هو في الصلاة، الحفظ خارج الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول المسلم هل يبدأ بالتوكل على الله عز وجل أولا ثم يفعل الأسباب، أو أنه يبدأ بالسبب ثم يتوكل على الله؟ التوكل على الله يستمر من البداية إلى النهاية في العمل، توكل على الله، يعمل ويتوكل على الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بعض الطلاب في الجامعة يجعلون طعاما في نهاية الفصل للطلاب وللأساتذة في الجامعة، هل يجوز للأستاذ
أن يشاركهم في هذه المناسبة؟ ما دام أنه مبذول للجميع فلا بأس، إذا كان مبذول للجميع ما هو خاص بالأستاذ أو بالأساتذة فلا بأس. نعم، انتهى وفقكم الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.